وللحديث عن محاولات فرنسا ملء الفراغ الأمريكي في العراق وانعكاس ذلك على البلاد مع قبول طهران بهذا التدخل، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور جواد فارس. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الأكارم. كيف تقرؤون دخول فرنسا إلى العراق بهذه الطريقة؟ هل هو بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لسداد أو لسد الفراغ الأمريكي في العراق، أم هو استغلال لفرصة لم تسنح لها من قبل في منافسة واشنطن بالمنطقة؟ باعتقادي أن الدور الفرنسي هو موكل من قبل الولايات المتحدة لملء الفراغ، لأنه بعد هزيمة اليانكي الأمريكي في أفغانستان، بعد خسارته هذه التي تكبد فيها خسائر بالأرواح والمعدات وقتلى من الجيش الأمريكي لا يستهان بعددهم، لذلك أن أمريكا الآن تفكر بملء هذا الفراغ، فاختارت ماكرون وفرنسا للعب هذا الدور في الشرق الأوسط، خاصة وأنهم لا يريدون أن يضحوا بهذا الشرق الأوسط وبغنائم تجد موردا لهم، وخاصة في مناطق البترول، والعراق واحد من أهم المنابع النفطية التي استفاد منها الأمريكان خلال فترة هي من 2003 ولحد اليوم بتنقيب على النفط واستخراج النفط العراقي وبيعه بأسعار زهيدة إليهم. برأيكم كيف سيكون شكل هذا الوجود الفرنسي في العراق؟ هل هو اقتصادي أم سياسي أم عسكري؟ يعني ما هي الاستفادة التي ستقدمها باريس لبلد منهار مثل العراق؟ هو بالحقيقة هذا المؤتمر الذي حضره ماكرون، هذا المؤتمر مؤتمر الشراكة والتعاون، وأنا أضيف والتآمر، لأنه هذا المؤتمر هو يراد منه إيجاد مناطق لشركات متعددة الجنسيات بما فيها الاتحاد الأوروبي، ولذلك إن ماكرون جاء من أجل أن يقنع حكومة الكاظمي بإيجاد مساحة واسعة لهذه الشركات للتنقيب عن النفط واستخراجه واستثماره، وبهذا نجد أن هناك طريقين لماكرون، هو السياسي والاقتصادي، ولذلك حتى في زيارته إلى الموصل موضحا أنه هو جاء من أجل أن يفتح قنصلية لسفارة فرنسا في بغداد في الموصل، وتبرع بمبالغ لبناء جامع النوري وكذلك كنيسة، وبهذا أراد أن يحسن ويلمع صورته، لكن هذه لا تنطلي على الناس الوطنيين من أبناء شعبنا العراقي، إنهم جاءوا من أجل وضع إمكانياتهم حتى يبقى العراق رهينة كما هو يريدون في الشرق الأوسط. طيب في هذا الإطار يعني ماذا يمكن أن تضيف باريس للعراق في ظل فشل تجاربها في عدة دول، على رأسها مثلا لبنان التي أو الذي أصبحت إيران تتحكم به؟ باعتقادي لا يمكن أن يضيفوا أي شيء سوى أنهم سيأتون بشركات أجنبية، منها شركات فرنسية وشركات مجموعة الاتحاد الأوروبي لاستثمارات خاصة بهم، أما من أجل أن يعطوا للشعب العراقي مهمات أكبر في بناء اقتصاده أعتقد أن هذا لا يمكن، يريدون تأخر الشعوب من أجل أن يبقون على هيمنتهم لهذه الدول ولهذه الأنظمة التي هي الآن صنيعتهم، والتي هي تقبل بكل الأمور التي تطرح من قبل هذه المجاميع التي هي مجاميع تريد
استثمار الثروة وإيجاد وضع قدم لهذه الدول في هذه المنطقة كما هو الآن. كيف تقرأون عدم معارضة إيران لهذا الدور الفرنسي الجديد في العراق في حين تعارض هي الدور الأمريكي؟ أنا باعتقادي أنه الإيرانيين يريدون أن يمدوا الجسور مع فرنسا والاتحاد الأوروبي من أجل إقناع الولايات المتحدة الأمريكية في القبول برفع الحصار عن إيران، لأنه هذا الحصار فعلا أخذ طابع تعميقي في المجتمع الإيراني، وهو أنه كثير من المدن تظاهرت بما فيها الأحواض على نتيجة انخفاض سعر التومان وارتفاع المواد الغذائية في هذه المدن، ولذلك يريدون من ماكرون أن يلعب هذا الدور من أجل أن يتدخل مع الأمريكان بشأن رفع الحصار بحجة أنه التزام إيران في معاهدة انتشار الأسلحة النووية والتجارب التي ممكن أن يقومون فيها في مستوى تصنيع القنبلة الذرية. قبل فترة السفير التركي أكد أن بلاده قدمت عرضا يخص إعمار الموصل، إلا أن العقد أرسي على فرنسا. ألا أن المبلغ ضعف ما قدمته أنقرة؟ ما تفسير ذلك؟ بالتأكيد أنه الآن السيد الكاظمي يريد أن يرسي كل المقاولات على الشركات الفرنسية من أجل توطيد العلاقة مع فرنسا، هذا هو المشروع الأساسي، ولذلك قد لا يرغبون بتدخل أي بلد آخر، تركيا أو غيرها، في إقامة مشاريع معينة في العراق تؤخذ بنظر الاعتبار سعر هذا المشروع أو ذاك. ولذلك أننا نجد فرصة من أجل تهيئة أبناء شعبنا، لأن لا يقبلوا بكل هذا الذي يجري الآن حاليا في عراقنا من أجل استنهاض الهمم لإزاحة هذه الطغمة الحاكمة التي تلاعبت في مقدرات الشعب العراقي منذ الاحتلال من 2003 ولحد الآن. نعم، من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور جواد فارس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.